حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين